اي باقي الدنيا زاهية. السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد ياك اسمعي. اليوم اخوتي اخواتاتي دايرين واحد الخريجة، انا روسي اسماعيل، غادي ان شاء الله غادي نمشي لواحد الكومبينغ اللي معروف هنا لي ريجيون ديال اكادير، معروف هاد الكومبينغ اللي سميتو لا تير دونسيان. لا تير دونسيان اللي مقابله واحد الكاوريه الله يعمرها دار، مقابله شغلها. يا سلام يا سلام. المهم حنا وصلنا للاورير غيت باش نتقدى كاع داكشي اللي خاصني، حيت انا جاي غير بالموتور، الباكتاج كله هزو، يعني المحطة الوحيدة اللي خاصك تقدم منها كل شيء هي أوريل. إلا كنتي جاي بالطونوبيل ولا جاي موتور ولا مهم وسائل النقل عندك من أكادير، هادشي الطوبيس ديريكت ديال إيمي ودار أغروت هو اللي غادي يديك ديريكت، يعني تقدى كل شيء من أكادير. إلا عندك ترونسبور ديالك أجي أوريل باش تقدى داكشي اللي خاصك. اوري اللي كتعتبر واحد المنطقه كتمتاز بالبنان اول حاجه، هو المفترق ديال الطرق اللي كيدي للتغازوت البحوره ديال التغازوت صويره وزيد ما جواره هما، وكديك الباراديس. باراديس ايموزار ايدوتانان، هذه هي الطريق ديال باراديس. مهم اللي خاصك تقدها من اورير، كاين اللحم الجزارة كل شيء حوانت في الخضارة اللي خاصك، تم الكرموس هو كي يعني غادي نبداو الانطلاقة ديالنا. جينا خدنا تقديت، خاصني واحد بوديزة ديال الماء باش ندي باش نشرب، حيت الماء ديال تما كاين حار شوية. وغادي تبدا الانطلاقة ديالنا من هنا ان شاء الله، ونبداو نصورو لكم لي ريجيون حتى نوصلوا ان شاء الله لاتير دونسيا. من بعد ما ضربنا شي 12 كيلومتر من اورير ودزنا على تغازلت من الطريق الفوقانيه، وصلنا لدابا لواحد القهوه اللي سميتها لا سورس، اللي فيها لوطيل وفيها لا بيسين، يعني فين تبات الثمن ديالهم كيتراوح من 700 درهم حتى 1000 درهم الليله على ما اظن، اللي كما كنسمع يعني داكشي قالك داكشي. يا سلام. مهم حنا الوجهه ديالنا هو الكومبينغ لا تير دونسيان، اللي دابا الوقت باقي ما يعني باقي ما وصلت 9 الصباح، يلا شي 8 ونص، يعني مع 9 الصباح عاد كيحلو. قلنا علاش لا ما نوقفوش هنا ونستراحوا شويه، بما وصلت 9 ونكملوا ما بقاش بزاف، بقات غير هاد الدوره هنا ورا هاد الدوره هنا، واحد الدوره اللي بقات لينا هنا، وغيبان لكم واحد الريزو، وكاين واحد الطريق على اليمين ديالكم غادي تشدوها، كاينه البلاكه ديال كومبينغ غادي دابا نوريكم، وطلعوا معاها حتى توصلوا حتى الباب ديالها ديال كومبينغ، كيطلع على يعني بحال هكا، كيطلع على البحر ديال المنسان. اسمعين هو كيتريني استعدادا باش يشبع عمر في لابيسين، قال لك كلشي على لابيسين قال لك. وغادي نوريكم نوصلوا، غادي نوريكم الاثمنه، نوريكم كلشي مطقطق. السلام عليكم ان شاء الله.
من بعد ما طلعنا من تحت يعني لهنا اللي قلت لكم البلاصه الدوره اللي على اليمين ها هي كومبينغ، تبان لكم كومبينغ هنا مكتوبه الاخرى ثاني باش تعرفوها مزيان انكم غادي تدوزوا على هاد الريزوات، هاد جوج ريزوات اللي كاينين هنا، والطريقه هي باينه كتمشي معاها حتى واحد حتى هي واحد جوج كيلومتر بحال هكاك ولا كيلومتر ونص صافي، وكيبان لك الكومبينغ كدور ليه تدخل ليه على اليسار. كومبينغ هو هذا كومبينغ لا تيغ دونسيان، هو واحد شويه غادي تحل كيما وصلت تسعود الى باش نهبطو يعني الكيشي و ريسيبسيون نخلصو داكشي اللي علينا و نتمنى نختارو البلاصة ديالنا. الدخلة ديال كومبينغ ديالي من بعد ما قال لينا مول الريسيبسيون يعني قيدت المعلومات ديالي ديال لاكارت، انا خلصت 70 درهم و اسماعيل خلص 35 درهم، يعني اللي قل من 30 قل من 10 سنين كيخلصوا 35 درهم يعني بيرسون. 70 درهم انا خلصت 70 درهم و اسميتو يعني بيرسون ماشي الحساب اللي يقول لك كاين بنادم كيسول واش لا طون 70 درهم، لا بيرسون كل بيرسون كيخلص على راسه بيرسون يعني ماشي لا طون، واخا تجيب حتى 20 طون ويجيها واحد غادي يخلصها واحد، واخا تجي 20 واحد وتجي لا طونت وحده ما غاديش تخلصوا لا طونت، كتخلصوا البيرسون. علاش؟ حيت داخل فيها لا بيسي 70 درهم داخل فيها لا بيسي، غير الدخله ديال لا بيسينا كدير 60 درهم 60 درهم بيرسون، يعني بحال اللي قلتي 10 درهم طونت على 60 درهم ديال لا بيسين هي هذيك 70 درهم. كاين الناس كيجيو من كازا عاد الدنيا عامره تبارك الله، هانتو ما تلاقيتش فين جلس انا كاع هاد الايامات، هاد الايامات هاد شهر 8 الدنيا عامرة مولف، انا كنمشي نجلس كنجلس لهيه نقابل على البحر تما كاين البلاصة ديالي هي هاديك على البحر يعني منك للبحر، ولكن هاد الايامات تلاقي الدنيا عامرة ماشي بحال العام اللي فات، العام اللي فات اخاوي هنا يعني كاع الناس جاو خيمو اليوم خيمو في هاد كومبينغ. مهم يعني دخلها ب 70 درهم بيرسون، كاين على حساب الطواليطات دوشات هما كاينين هنا داكشي نقا مقابلهم السرانيه نقا نقا باش تدخلوا لابيسين تيكيت ديال لابيسين وريستورا. عندك هادي كتعلقها في الموتور في الطوموبيل كتبين بها راك يعني مخلص داكشي ديالك. بالنسبة للماء هو كاين، كاين الضو، الضو تا هو كاين غير هو بعشرة دراهم يعني باش كيدوز لك الخيط، الخيط ديال الضو كابل بلاستيك كابل عشرة دراهم نهار يعني ديال الضو كتعطي عشرة دراهم كيعطيك واحد الكابل كتشارجي به داكشي اللي عندك تشحل تا تي جي دير تي جي كاع انت يا هما تي جي الوغ ديالك سماعين. المهم يعني حنا دابا فطرنا واحد شويه غادي نمشي ندي سماعيني يوم في لابيسين، الدنيا زوينه يعني واحد ما يستاهل يستاهل هاد الكومبينغ يجي لبنادم. انتم كما كتشوفوا البلايك على الانواع والاشكال 72 سعود 33 34 ناس ديال اكادير عرفتي 8 كاع البلايك ديال المغرب كاينين اكثرين كيجيو الناس ديال مراكش كيجيو لهنا كيطونطيو هنا يعني مامن ما كاينش اللي مسلك شي حاجه. نتوما غادي نخلينا هذا الشيء بحال هكا، هذا الشيء كاع غادي نخليه بحال هكا ما كاينش اللي مسلك حتى زغبه، حيت الامل 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 هو كل شيء. فيك تلقى تلقى شي بلاصه مامنه صافي كتعجبك وكتبقى ديما تجي ليها. داكشي علاش انا ولفت 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 هاد الكومبينغ نجي ليه، وكنصح اي واحد يجي ليه يعني اللي بعيد على اكادير 25 كيلومتر
كما شفتوا في الفيديو منين دخلنا منين خرجنا حتى الباب ديالو خلصناه هو هذاك. ان شاء الله ندوزو النهار هنا، من بعد ثاني عشيه ان شاء الله نهبطوا للبحر. يعني تقدر تهبط على رجليك، غادي نوريكم من بعد. يعني كتهبط على رجليك ديريكت الباب التحتاني كتهبط ليه كتخرج كدوز النهار ديالك من ناحيه لابيسينا كيحل مع 11 النهار حتى للسبعة العشيه، والدوش حتى هو كيحل سبعة العشيه وقيله حتى لتسعة الليل، يعني دايرينو على حساب التدواش في العشيه. المهم باقي ما مأكدش تاني واش كاين شي تغييرات ولا شنو هو. المهم بقاو معانا.